كوليكشن الصواني اللي قلنا لكم عليه ما شاء الله. معانا النهارده 10 اشكال صواني ترند لسه نازله جديد ما شاء الله. مش هتتخيلي اسعار الحاجات دي عامله ازاي ما شاء الله. مقارنه بالخامه بتاعتها بصراحه يعتبر ببلاش، لان ما شاء الله خامتها نظيفه جدا. تعالوا بقى نشوف اول شكل معانا، يلا بينا. معانا بقى الشكل الجميل ده ما شاء الله، الشكل اللي بعده شايفه الجمال والدلال. الشكل الذهبي ما شاء الله، معظم الناس ومعظم العملاء بتحب الذهبي. شايفه الصينيه وجمالها ورقتها، لها جميل جدا جدا، والتفاصيل اللي في الصينيه والنقش الجميل ده ما شاء الله. طبعا الصينيه كلها معدن، مفيش فيها اي مرايه خالص، ما شاء الله جميله جدا. معانا بقى الشكل الفضي البيضاوي ما شاء الله، جميل جدا جدا جدا. وطبعا الفضي مع المرايه النحاسي بصراحه مخلي الصينيه شكلها جميل ومختلف. تعالى كده بقى اما اوريك بقيه التفاصيل. تعالى كده شايف الفراشه، شايف اليد الفضي مع الماسك الابيض، شايف الجمال ما شاء الله. الشكل الثالث بالشكل الجميل ده، بس الصواني دي بقى صواني مرايه. طبعا في بعض من العملاء كده بتحب الشكل الجميل، بتحب الصواني المرايه عشان تعكس معاها وتخلي التقديم بتاعها بشكل مختلف. زي ما انت شايفه كده برضو نفس الكلام، القطعه الفراشه محطوطه على الصينيه، شكلها جميل جدا 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 ما شاء الله. زي ما انت شايفه كده محترمه قوي قوي قوي، تمام. زي ما انت شايفه كده معدن ومتقفله تقفيل محترم ما شاء الله. اللي بيحب بقى الموديلات الفضي يجمع معانا، لان معانا النهارده موديل ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. معانا تفصيله جميله قوي ان الفراشه معانا حته كده ذهبي في الصينيه ما شاء الله، مخليها الصينيه شكلها مختلف وشكلها جميل جدا جدا جدا. زي ما انت شايفه كده الصينيه مستطيل، شكلها حلو وبتاخد مساحه كبيره، والنقش الجميل ده بصراحه مخلي الصينيه شكلها حلو قوي. معانا بقى الموديل الجميل ده ما شاء الله، طبعا موديل مختلف، الصينيه مدوره، طبعا شايفه المرايه نحاس، الجسم ذهب، شكلهم لايقين على بعض قوي. شايفه الايادي، الايادي ذهبي في ابيض، شكلهم مختلف وشكلهم جميل جدا جدا. البيضاوي الفضي الجميله ما شاء الله، الموديل ده تحفه بصراحه. شايفه، شايفه التفاصيل ما شاء الله، تفاصيله رقيقه جدا 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 ما شاء الله. الموديل ده حلو جدا. معانا بقى الموديل البيضاوي الذهبي في المرايه النحاسي، شكلها حلو ما شاء الله، والذهب كده مع المرايه النحاس مخلي شكلها محترم قوي. ربنا يبارك يا رب. نشوف بقى الموديل بقى المستطيل الفضي بشكله الجميل ده ما شاء الله. قرب كده وريهم التفاصيل الجميله، قرب كده، شايفين الجمال والدلال ما شاء الله، شغل فاخر من الاخر، شغل محترم قوي قوي قوي، الفينش بتاعه حلو جدا. شايف الموديل بقى المستطيل المعدن بشكله الجميل ده، قرب كده وريهم التفاصيل ما شاء الله. شايف الجمال، شغل عالي، وشايف القعده بتاعت الصينيه ما شاء الله، شغل جميل جدا 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 وشغل محترم. وطبعا الصينيه ما شاء الله عليها كبيره وحلوه. الموديل بقى المدور الفضي في المرايه النحاسي، تعالى كده قرب وري لهم التفاصيل ما شاء الله. ما شاء الله، تعالى كده، وما تنسوش تعملوا لنا لايك. كان معاكم محمود البيه، معرض البيه، مع السلامه.